تسجيل الأهداف. هذا جول، هذا جول، هذا جول، هذا جول، هذا جول، جول ملك الريال، ملك لشبونة في المباراة الأولى، ملك ستوكهولم هنا كريستيانو رونالدو يخطف الهدف الأول للبرتغال. وبالتالي هذا ما كان في لشبونة وهذا ما يحدث أمامنا الآن في ستوكهولم. وبالتالي يأتي الهدف الأول لمصلحة المنتخب البرتغالي. يوم آخر، يعني يوم الجمعة يوم وغدا يوم آخر، واليوم يوم آخر لكريستيانو رونالدو. لاحظ البينية المتقنة مباشرة إلى كريستيانو رونالدو. هذا لاعب ما يلاعب على الإطلاق، حطها بشماله على يسار حارس المرمى إيزاكسون، وبالتالي يزور كريستيانو رونالدو مرمى المنتخب السويدي للمرة الثانية مع بداية الشوط الثاني. كنت أقول يعني لأن الشوط الأول انتهى، ولاحظ هذا المدرب يجن جنونه يقفز مهر الوصول إلى كأس العالم، رغبة الوصول إلى كأس العالم، ثمن الوصول إلى كأس العالم. اسألوا الجزائريين، اسألوا المدن البرتغالية اللي الآن والبرتغال التي أخرجت البوسنة في الملحق الأوروبي البطولة كأس العالم الأخيرة وتأهلت إلى جنوب أفريقيا، تتلقى ضربة الركنية والبرتغال تتلقى الهدف الأول. الكرة الرأسية اللي تلعب الآن، الرأسية مباشرة، نعم يظهر الآن، يظهر الآن إبراهيموفيتش ويسجل هدف التعادل لمصلحة المنتخب السويدي. السويد تتعادل وتولع المباراة أكثر وأكثر، الحافز أصبح حاضرا. ولاحظ الكرة الرأسية مباشرة، الأنيق إبراهيموفيتش يسجل هدف رأسي. يعني كريستيانو رونالدو هدف رأسي في المباراة الأولى، هدف في القدم في المباراة الثانية. هنا طبعا إبراهيموفيتش والتغطية من مدافع المنتخب البرتغالي لم تكن جيدة، وبالتالي إبراهيموفيتش المباشرة الخطيرة جدا. السويد كلها تقف الآن، اللعبة الله ظهر إبرا، بان إبرا في الشوط الثاني وسجل الهدف الثاني، وتكون النتيجة 2-1. تنعش آمال السويديين بالفرحة الكبيرة، وإبراهيموفيتش يسجل الهدف الثاني، وكريستيانو رونالدو سجل هنا الهدف الثاني. لاحظ مرة أخرى، لاحظ مرة أخرى التسديدة القوية، مرت من حائط الصد ومرت من حارس المرمى باتريسيو، لأنها أرضية قوية فيه تركيز قوي من العملاق من الأنيق إبراهيموفيتش الذي يأتي بالأهداف الجميلة. إليك هدف جميل، وبالتالي يأتي الهدف الآن. إبراهيموفيتش هدفين، عنده 48 هدف، باقي هدف واحد على أساس أنه يعادل الرقم القياسي. لكن كرة خلاص خلاص، كريستيانو رونالدو كمان وكمان وكمان، الملك لاعب الفريق الملكي كمان في لشبونة، كمان في ستوكهولم، وبالتالي يأتي به الهدف الثاني، والبرتغال تمضي إلى الوصول إلى نهائيات كأس العالم. لاحظ مرة أخرى شله اللي جرى، شله اللي طار في المرتدات، ولاحظ الخبرة، ولاحظ التعامل مع الانفراد، ولاحظ الخفيف القوية. كريستيانو رونالدو يبهدل السويديين، الفتى البرتغالي الملكي يبهدل السويد في لشبونة وفي ستوكهولم. وهنا الهدف الثاني، الرد أتى سريعا من كريستيانو رونالدو، وبالتالي يأتي ويسجل الهدف الثاني في ستوكهولم على أساس النتيجة 2-2. عالنا هنا وهنا يمكن الثالث، يمكن الثالث، يمكن الثالث، يمكن الثالث. الله 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 يا كريستيانو رونالدو، ملايين البرتغاليين يهتفون لك الآن. عسى الليال
الليالي تسعدك يا كريستيانو، عسى الليالي تسعدك يا كريستيانو رونالدو. الفتى الذهبي للبرتغال الذي يتفوق الآن بما لا يدع مجال للشك على إبراهيموفيتش، ويأتي ويسجل الهاتريك، ويأتي يعني مع هدف لشبونة يكون مسجل 4 أهداف. كريستيانو رونالدو الذي يتألق ويواصل تألقه، ولاحظ الكرة اللي يستلمها ويتقدم في